لا يرقون ولا يسترقون. نعم. الرقية جيد. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول حديث لا يرقون ولا يسترقون وحديث حكم التوسع في العلاج، وهل العلاج واجب؟ أولا حديث لا يرقون ولا يسترقون خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولفظة ولا يرقون شاذة، جاءت من رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه اللفظة شاذة، وقد أعرض عنها البخاري عمدا وروي الحديث من طرق دون هذه الزيادة، وأيضا من حيث المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وهو إمام 70,000، ولأن ما يقع في قلب المسترقي يختلف عن ما يقع في قلب الراقي، فالمسترقي طالب، وهذا قد يحصل فيه نوع تعلق بالراقي بخلاف الراقي لا يحصل فيه تعلق بالمرقي. ورقية العبد نفسه أفضل من كون يبحث عن من يرقيه. والتشافي بالقرآن عبودية لله جل وعلا. تقدم بالأمس أقسام الهجر، هجر القرآن، وأنا من ذاك ترك التشافي بالقرآن. وأما العلاج فهو غير واجب، على خلاف بين العلماء في ذلك، فقال الطائفة بأنه واجب، وقال الطائفة بأنه غير واجب، وهذا قول الجمهور. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله يفتي به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، فالحديث ذو شجون، وفي الاستطراد ما يكون أفضل من المقصود، وهي مسألة حل السحر عند الساحر، فإن في من يفتي بذلك يقول هذه حاجة، فنجيبه ونقول له وهل العلاج واجب حتى تكون هذه حاجة، حتى يذهب الإنسان إلى الساحر ويحل السحر عند الساحر، والسحر حل السحر عند الساحر محرم ولا يجوز، وذلك من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذا من عمل الشيطان. الوجه الثاني أن الله أخبر عن الساحر أنه لا يفلح حيث أتى، ولا خير في الساحر ولا في علاجه. الوجه الثالث أن العلاج أمر ظني، قد يبرأ وقد لا يبرأ، ومفسدة الذهاب إلى السحرة محققة، ولا يمكن المصير إلى المصالح الظنية وتهميش وطرح المفاسد المحققة. الأمر الرابع أن هذا يرقق
جانب الولى والبراء في القلوب. ومن المستحيل أن يذهب شخص إلى الساحر ويحمل له العداء الكامل ويتبرى منه، فلا بد أنه على أقل تقدير سوف يداريه ويكون في ميل إليه، ولا كيف يعالج عنده؟ لا يمكن أبدا. الأمر الخامس أن هذا سبب فسادا للعامة وضياعا لعقائدهم، ويجب إغلاق كل باب وكل نافذة يحصل منها خلل في العقائد أو في التصور أو في السلوك. الأمر السادس أن هذا يستدعي تنامي وتكاثر السحرة، هذا يربط وهذا يحل. وأمة الإسلام مطالبة بمحاكمتهم لا بالعلاج عندهم. قد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يبعث إلى عماله: نقتل كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة امرأة سحرتها، وقتل جندب الساحر. قال الإمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أن حين نعتبر الواقع لا نرى عند السحرة علاجا، وإنما هي أوهام وأكل لأموال الناس بالباطل، فهم يعالجون ولا ينتفع بهم المريض، وقد يقصدون من وراء ذلك الاستفادة حتى يتكرر عليهم. الأمر الثامن أنه إذا طلب الساحر من المسحور أن يعمل له عملا شركيا، كما يوجد من بعض السحرة يقول: تذبح لي ديكا أو دجاجة، أو تضع المصحف في القذورات وتبول عليه، وهذا شرك، فمن فعل فقد أشرك، ولا عذر له بأن هذه حاجة، فلا يجوز عمل الشرك للحاجة، ومن فعل ذلك يحكم عليه بالشرك ولا عذر له عند الله جل وعلا. ولا أن يموت الإنسان من ضرر السحر خير له من يذهب إلى هؤلاء الفجرة الكفرة الذين كان الصحابة يطاردونهم ويقاتلونهم في كل مقتلونهم في كل مكان. والله جل وعلا يقول عنهم: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والله يقول: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. يجب على العبد يتعلق بالله جل وعلا ولا يصغي إلى السحرة ولا إلى أعوانهم، وبقدر ما يتوكل العبد على ربه ويستعين به بقدر ما يذهب عنه الضرر والبلاء. نعم.